هذه الأيام يشهد العراق بحسب تجار تضرروا يشهد نفوق آلاف من أفراخ الدجاج في أحد المداجن بالتحديد في محافظة بابل دون معرفة السبب. هناك من يقول إنه مرض ضرب حقول الدواجن. نتابع وإياكم. شوف هاي الكارثة والمصيبة. هاي كارثة ومصيبة وقعت علي. ما أدري. هاي قاعة كلها انتهت، كلها ميت، كلها ماتت. كلها ماتت خلال ظرفية ساعة واحدة. شنو السبب؟ ما أعرف. تفضل. هذا عمر 19 يوم. هاي قاعة 8000 كلها صفت، كلها طفت من الأول للتالي. شنو السبب؟ ما أعرف. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.